كيفاش اجواء ما قبل الديربي؟ ما عادي ما كانش زعما داك الصداع اللي تيموالف تيكون كما كنعرفوا على الديربي ولا شحال زوين مزيانه الدنيا. كنتوقع الرجاء تربح 3-0 بحال الديربي اي ماركي الراقي وكروشي والثالث سوربريز. علاش جيتي للتيران؟ حيت لعب الرجاء الوداد. شكون جابك؟ خالي. وشكون اللي ديما وداد جوج ان شاء الله. شكون اللي غادي يربح اليوم الوداد ولا الرجاء؟ الوداد. خويا تيقول لك غادي نجيو غادي تلقاو داك الشيء مقادم منظم راه الموف زعما التنظيم راه لا علاقه بداك الشيء اللي كنا تنقولوا ليه. داك الشيء مكتوب بحاجه وتطبيق حاجه صراحه وشكرا. شنو المشاكل لقيتي؟ بزاف اخويا التقلب زايد مادام زوال واش يبقى يقلبوا فيه والحاله وديما رجاء وتعس الرجاء. حاله تربح الرجاء باش ان شاء الله بواحد الزيرو ان شاء الله. اجواء ديال الديربي انتم كما كتشوفوا راه ماشي كما الاجواء اللي كانت شحال هادي. انت راه ما كاين لا التراس ما كاين لا داكشي اللي كتعرف وان شاء الله راه الوداد بغينا لها 3 بوان باش ندوا البطوله ويا ربي هادشي اللي كاين هادشي اللي عندي ما نضيف اخويا الزين شي حاجه اخرى ما كايناش. الرجاء حالي ربحوا الرجاء بجوج. شوف شوف نعم شوف شوف الكاميرا علاش جيتي للتيران؟ بغيت نتفرج في الرجاء. مع من سيتي اليوم؟ مع بابا. غتربحوا؟ اه. شحال؟ بجوج زارة. توجو رجا وليدات رجاويين كاملين صافا ميون الحمد لله كلشي زوين كلشي زوين تنتوقع جرين بوز الاجواء مزيانه الحمد لله نشكروا الامن اللي مقادنا هاد زعما هاد التنظيم هذا والصراحه مزيان كلشي غادي مزيان الحمد لله. شكون غيربح اليوم؟ ان شاء الله الوداد البيضاوي. شحال؟ 2-0 ان شاء الله. اونداما وان شاء الله جيبوه، ان شاء الله نجيبوها 3 بوان. من ناحيه الاجواء دابا الحمد لله الاجواء مزيانه، غير هو في الناحيه تاع فاش بغينا نقطعوا الكيشي لقينا صعوبه. ما يعقلش لي تيكي يومين ويقول لك تقاداو، جينا الخميس ما بقاوش، جينا الجمعه ما بقاوش، جينا السبت ما بقاوش، وكتسمع في با 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 تيلي ولا باغ انترنيت كيقول لها حكا راه هادي وهادي داكشي كامل اللي كيقولوا راه ما كاينش. انسان كيجي هنا كيتعذب على الورقه ها هي دابا هادي تاع 30 درهم خديتها ب 70 درهم. اه هي من الوقت تيقول لك نواغ ما كاينش ها نواغ باقي. امتى امتى غتقاد هادشي راه ما عرفناش. نتمناو ان شاء الله من الوداد البيضاوي يفوز على الرجاء ان شاء الله الا بغى الله. وحنا سيدي كنا غنقاطعوا هذا الديربي كاع على داكشي اللي طرا لينا في ليتيكي ما كرهناش ما نجيوش كاع حيت في داكشي اللي داروا في ليتيكي كيقولوا في لي ميديا انه كاين 24 كيشي جينا لقينا 3 كيشي كنقولوا لهم لي تيكي تيقولوا لنا تقاداو تيقولوا لك في لاتيلي غيتباعوا الماكسيموم يعطيو الناس 3 تيكي الوغ كو باعوا الناس لي كارني باعوهم صحاب مارشي نواغ باعوا لهم كارنيات وخلاونا حنايا كنتسناو ما خديناش لي تيكي في الكيشي خديناهم في مارشي نواغ دوبل. حنايا جابنا الحب ديال الفريق والحب ديال الوداد اما الا جات على التنظيم ديالهم غنقاطعوا هاد التيران وما بقاوش نجيو وديما وداد ومربوحه ان شاء الله. اما الوداد غتربح ان شاء الله وهنا اليوم غادي صافي غادي نحسموا البطوله اليوم ان شاء الله. كتبان لي انا اجواء عاديه مقابله عندنا عاديه اليوم كباقي الفروق مقابله ديال 3 نقاط غادي نربحوا ما كاين لا ضغوطات لا شي لعبه نضربهم وان شاء الله راه باقي نلعب في البطوله وعندنا الثقه في اللاعبين وفي الجنرال فاخر وراه ديما خضره شو نخسر واخا في البطوله ويمشي كل شيء ديما خضره حتى القبر. شحال كتوقع تربح الرجاء اليوم؟ اخويا بغينا الثويفي بغينا 4-0 واحد دار بينهم 3 ودار بينهم 5 بغينا شي ثويفي حر. شكون اللي ماركي ديك الربعه؟ اي ماركي الحافظي 3 بعد البيت الثالث غيشرشمهم والبيت الرابع غيضربوا الواصلي وديما رجاء وديما خضره.